الكلام ده حاجه، جايين الحي دفعنا وبيقول لنا روحوا للسيسي. روحوا للسيسي فين؟ احنا ما معناش 4000، احنا عايزين نقعد في مكان. ندفع ازاي 4000؟ احنا ارض الدين، احنا معناش فلوس، احنا بنشتغل يوم في يوم. انا عايز اسال سؤال، انتوا معاكم حاجه بتثبت ان ده ملكيتكم؟ ايوه واحنا ابهاتنا مولود هنا. تمام، هو عايز يشيل يطلعك ليه؟ احنا بقالنا 40 سنه الورق، عملنا الورق بروجرامات وتقنيات كده على عيني وبرضه ما فيش فايده. انا ما عملت ناكل عيالنا من غير عشاء. طب انت هتدفع ايه كهربا؟ هتدفع الدينوس؟ هتاكل عيالك ايه؟ هتلبسهم ايه؟ هتصرف عليهم ازاي في التعليم؟ عشان كده احنا بلدنا فاشله، بلدنا جعانه، بلدنا فاشله. يا عم لو في اعلان صح، في اعلان صح هيغطي علينا احنا هنا، انما احنا بلد ظلم. عيالة اهي، عيالة عجزة عندها 3 سنين. لو بره، لو بره كانت تتعدي تبقى كويسة، او انا كنت عرفت عليك لو الدنيا ماشية حلوة. ان انا اللي بجيبه لو جبت 20,000 جنيه انا هصرفهم برضه في سيجار وفي مواصلات. مين الدنيا جابت ولعت نار يا جدعان؟ انا عندي عملية تهم الناس. انا رحت بيها الدكاتره كانوا قاعدين في الاوضه، كابورنيش كانوا قاعدين في الاوضه وبيهربطوا بيهزروا، واخد بالك؟ وسايبينها مرميه. طب فين بقى الحكومه؟ وانت واقف كده العطش. انا عايز الفيديو ده عشان انا هبعته دلوقتي. اللي انا هعمله انا هبعت الفيديو ده للصحفي هنزله بكره ماشي قبل النهارده.